هذه النسخة أيضا من كتاب شرح حديث السبحات لأبي بكر بن العربي المعافري، وهذا الكتاب لم يذكره إلا واحد وهو أحمد المقري في كتابه نفح الطيب. This is another work written by Abu Bakr ibn al-Arabi al-Ma'afiri, and it was not mentioned by anyone except one author who mentioned it in one of his works. I can't remember the one. نعم. ولكن هذه النسخة هي النسخة الوحيدة التي عثر عليها لحد الآن وهي في المكتبة الوطنية بالجزائر. So this again is the only manuscript found, and it's being kept in the Jazair Library. وبذلك يكون أحمد المقري في نفح الطيب يكون قد أتى بخبر ربما لو لم نعثر على هذه النسخة لبقينا محتارين، هل هذا الخبر صحيح أم غير صحيح لأنه لم يذكره غيره، لكن هذه النسخة قطعت الشك باليقين. So المقري is the only one who mentioned this work. And had we not found this, manuscript, we would still be in doubt whether this report of this book being attributed to, being authored by Abu Bakr ibn al-Arabi is true or not. وهذا الكتاب ربما تفاجؤون إذا قلت لكم ما هو هذا الكتاب بالضبط. هذا الكتاب هو الإنجيل، وهو مكتوب بخط أندلسي في الأندلس، لكن ستفاجؤون أكثر إذا علمت بهذا الكتاب، هذا الإنجيل الذي توجد منه نسخة في جامع القرويين في فاس، هو نفسه الإنجيل الذي كان يملكه ابن حزم، وهو الذي كان يقرأ فيه عندما كان يرد على النصارى في كتابه الفصل، في كتابه الفصل في الرد على أهل الملل والأهواء والنحل. Maybe you'll be surprised if I tell you that this book, this one that you're seeing here, is the Bible that was written and kept in Al-Andalus. And that the one is what is kept in the Qayrawan is the same copy that was used by Ibn Hazm Al-Andalusi when he refuted the theology of the Christians. وهذا يؤكد بأن من أهم خصائص علم الكلام في الأندلس هو أنه كان قائما على المناظرة، ولهذا لم يكن عندهم بغريب أن تنسخ الأناجيل وأن تنسخ التوراة وأن ينسخ الزبور أو غير ذلك من الكتب. إضافة إلى ذلك أن كثير من كتب علم الكلام هي كانت عبارة عن ردود إما على الفلاسفة أو على الملحدين أو على النصارى أو على اليهود، والجميل في الأمر أن الرد كان أيضا من الجهة المقابلة. This indicates to us that one of the most important distinguishing features of Andalusian kalam is that it was based on refutation. It was based on argumentation. So a lot of the works in kalam are actually works that was produced either by the mutakallimun arguing with the Jews or arguing with the Christians or arguing with the philosophers or arguing with the atheists. But what we notice also with Al-Andalus is that the argumentation of the Andalusian scholars were offensive and not always defensive. أيضا من الأمور التي تدل على الانفتاح الانفتاح في المناظرات عند المتكلمين أن هناك زبور معروف ومشهور عند المسلمين وهو ما جال مخطوطا. نسبيا هو مبدئيا ينسب لوهب بن المنبه، لكن النسخ الموجودة من المخطوطات خاصة الموجودة في المغرب وفي إسبانيا، هل هي نفسها المخطوطة التي كتبها وهب بن المنبه الذي يرجع إلى أصول الذي كان من أصول يهودية أم لا؟ المهم أن هذه النسخة هي نسخة من زبور داود، لكن كتب بطريقة إسلامية وهي مكتوبة بخط أندلسي، هو خط أندلسي غير جيد، لكن من خلال تعاوني مع أحد زملائي من الخبراء في الخزانة استطعنا من خلال النظر في الأوراق وفي المداد
وفي طريقة الكتابة أن النسخة ترجع إلى القرن الثامن للهجرة وأنها كتبت في الأندلس. So this is a copy of the Zabur that was written in an Andalusian style. He said that the Andalusian style is not that good, but they were able to verify by looking at the paper and the script that was written in by an Andalusian in the 8th Hijri century. So this is an Andalusian script, Andalusian Islamic script of the Zabur of Sayyidina Dawood alayhi salam. وهذا قصة هذا الزبور هي نفسها يمكن أن نعتبرها مماثلة لقصة ما يسمى بإنجيل برنابا. إنجيل برنابا الذي يقال بأنه أصح إنجيل وصلنا، ولكن الدراسات العلمية توصلت إلى أن إنجيل برنابا الذي يطلق عليه أحيانا بإنجيل المسلمين من صنعه هو من خلال ما توصل إليه الباحثين كخليل سعادة رحمه الله وغيره من الخبراء والمتخصصين، أنه عند التحقيق كتاب ألفه يهودي كان أسلم، وقبل أن يسلم هذا اليهودي كان اطلع بتوسع على أناجيل النصارى، فهو له إمام بالكتب الدينية اليهودية، واطلع على كتب النصارى واعتنق الإسلام، فصار له إمام أيضا بالإسلام، فاستطاع أن يصنع ذلك الإنجيل لكي يبين فضل الإسلام على سائر الأديان. نفس القصة يمكن أن نقررها بالنسبة لهذا الزبور. بسم الله الرحمن الرحيم. بحسن نشير. Jadi kitab Zabur Zabur ini adalah salah satu contoh yang boleh kita samakan dengan kisah iaitu Zabur, kitab Injil Barnabas, yang mana kitab Injil Barnabas itu adalah merupakan suatu Injil yang ketika dikaji oleh ahli-ahli tahqiq di kalangan ulama-ulama ahli manuskrip menemukan kesimpulan bahawa sesungguhnya Injil Barnabas tidaklah murni dikarang oleh dulu, tapi dia adalah dikarang oleh seorang Yahudi yang nanti mengkaji tentang Kristianiti, dan akhirnya ketika dia masuk Islam dia dapat mengumpulkan maklumat-maklumat tersebut dan menulis sebuah Injil yang Injil tersebut lebih dekat dengan manhaj Islami. هذا آخر الإنجيل. على أي حال نكتفي بهذا القدر. أنا عرضت هذه الصور فقط لأبين أهمية المعطيات الكوديكولوجية في التعامل مع مخطوطات علم الكلام الأندلسي، ثم بعد ذلك أنتقل إلى الخطوة الموالية. Dan ini adalah gambar terakhir daripada Injil tersebut, dan tujuan kenapa saya menunjukkan gambar-gambar tersebut adalah tidak lain untuk memberi contoh kepada hadirin semua bahawa inilah bagaimana benefit ataupun faedah kodikologi dalam memberi suatu pengetahuan yang baru dalam ilmu manuskrip dan ilmu pengetahuan Islam dan ilmu kalam. بالنسبة للمصادر المعرفية الأخرى التي استطعت أن استخرج منها المصادر الكلامية وهي المصادر التاريخية الأندلسية، وأقصد بذلك كتب الديول خاصة، على رأسها كتاب علماء الأندلس لابن الفارابي. Dan sumber-sumber yang dapat memberi pengetahuan bagi kita lain adalah selain daripada sumber kalamiah adalah merupakan sumber-sumber sejarah Andalus yang mana salah satunya adalah ditulis oleh Ibn al-Farabi. والديول التي ألفت حوله. Dan والديول يعني الملحقات. Jadi sambungan ataupun keterkaitan dengan dia yang dikukuhkan di sini. خاصة كتاب الصلة لابن بشكوال.
yaitu kitab As-Silah oleh Ibn Bashkawal wa Ad-Dail wa At-Takmilah li kitab As-Silah li Ibn Al-Abbas dan yaitu kitab As-Silah atau Zailul dan Silah yaitu kitab sambungan daripada kitab As-Silah Bashkawal wa kitab Ad-Dail wa At-Takmilah li Ibn Abdil Murra li Ibn Abdil Malik Al-Murraqushi dan kitab Az-Zail wa At-Takmilah yang dikarang oleh Al-Murraqushi wa silatu silah ibn Zubair al-Gharnati dan kita as-silatu silah oleh Az-Zubair al-Gharnati al-Gharnati idafati ila kutub ukhra minha mathalan bughyatul multamis lit-tabbi al-andalusi yaitu kitab lain adalah bughyatul multamis oleh lit-tabbi al-tabbi al-andalusi al-andalusi lakin aidan ta'amulna ma'a hadhihi al-masadir احيانا كان لا يخلو من مشكله ناخذ مثالا على ذلك كتاب بغية الملتمس للطبي dan bergiat dengan kitab-kitab manuskrip ini bukanlah tidak ada kemusykilan pasti menemukan banyak kemusykilan seperti contohnya ketika mengkaji kitab Bughyatul Multamis ini بغية ابن الطبي كما هو معلوم كان له موقف مضاد لعلم الكلام Seperti yang diketahui bahawa Ibn Tabbi terkenalnya beliau adalah orang yang menentang ilmu kalam. وهذا للأسف للأسف نجد هذا الكتاب على أهميته لكن أحيانا مارس التزوير في النقل من أجل في من أجل أن يثبت صحة تصوره. Jadi walaupun kitab ini membahas tentang beberapa maklumat penting dalam ilmu kalam tapi kita menemukan suatu penipuan-penipuan yang terdapat di dalamnya مثال ذلك انه عندما ترجم ابن عبد البر عندما ترجم ابن عبد البر ماذا قال قال وابن عبد البر كان مناوئا من علم الكلام نافرا منه وقال واتى بقول نسبه لابن عبد البر قال وقال في جامع بيان العلم وقال هذا الكلام وكل من مارس علم الكلام فهو ضال مضل يجب منافرته إلى آخر الصفات القدحية نعم seperti contoh ketika beliau menterjemahkan Imam Ibn al-Barr al-Hafiz yaitu terkenal bahawa Ibn al-Dabb ini kan menentang ilmu kalam Maka ketika beliau menterjemahkan atau menceritakan sejarah Ibn Abdul Barr, beliau menukil satu pendapat kononnya dimiliki oleh Ibn Abdul Barr dari kitab Jami'il Bayan dan beliau berkata, Imam Ibn Barr berkata dalam kitab Jami'il Bayan bahawa barang siapa yang bergiat dalam ilmu kalam, maka dia adalah orang yang sesat lagi menyesatkan dan seterusnya. Walakin, عندما نرجع إلى جامع بيان العلم لابن عبد البر نفاجأ بأن الكلام ليس لابن عبد البر وإنما ابن عبد البر نقل كلاما لابن خويز من داد المالكي البغدادي المتوفى حوالي 329 فأسقط عبارة قال ابن خويز من داد وجعلها من كلام ابن عبد البر Akan tetapi ketika kami merujuk langsung dari kitab asli Jami'il Bayan oleh Ibn Abdul Barr Maka jelaslah pada kami bahawa kalam itu sebenarnya bukan kalam Ibn Abdul Barr. Akan tetapi ia adalah kalam yang dinukil Ibn Abdul Barr dari salah seorang ulama yang bernama Ibnul Khuwaisi. Mindad. Ibn Khuwais Mindad al-Maliki. Okay, nama itu tersebut yang meninggal tahun 320 lebih. Wa ibnu wa mawqif Ibn Abdul Barr najiduhu madha yuqarrir? Yuqarrir بأن الذين ينطبق عليهم هذا الوصف إنما هم المبتدعة من علماء الكلام وليس علماء الكلام بإطلاق بل الأكثر من هذا أنه في آخر كلامه يقول ابن عبد البر وأما إذا كان علم الكلام بقصد الدفاع عن الحق ومناصرة أهل السنة والجماعة فهو مما يجب تعاطيه Dan kalau kita ingin merujuk pendapat sebenar Imam Ibn Abdul Barr Al-Hafiz maka kita dapat melihat dalam kitab tersebut kalam ini sebenarnya Ibn Barr memaknai bahawa
dia menolak pendapat golongan mubtadi'ah dari ilmu kalam yang memberi faedah kepada kita bahawa bukan semua ahli kalam itu ahli bid'ah, tapi hanya bahagian sebahagian daripada ahli kalam yang digolongkan bid'ah. Dan kalau kita merujuk di akhir kitabnya tersebut, justru beliau mengatakan bahawa ketika mana ilmu kalam itu dikaji untuk membela suatu yang hak, maka tentunya ilmu ini adalah ilmu yang hak. Wa min al-kutub min al-masadir aidan allati i'tamadnaha fi istikhraj al-masadir al-kalami al-andalusiyya وكانت غنية جدا بهذه المصادر وهي كتب الفتاوى والنوازل المالكية التي ألفها الأندلسيون والمغاربة. Dari salah dan selain dari itu adalah sumber-sumber yang kita menemukan bahawa ia memiliki pengetahuan yang sangat kaya tentang ilmu kalam lagi adalah seperti kitab Al-Fatawa yang ditulis oleh ulama-ulama Andalus. ويمكن أن نمثل ذلك بكتاب المعيار المعرب للونشريسي المتوفى سنة 914 للهجرة. فصاحب المعيار في هذا الكتاب يذكر كتابا لابن الطنجالي لأبي عبد الله الطنجالي المايوركي نسبة إلى مايوركا. هذا الكتاب يذكر لأبي عبد الله الطنجالي كتابا بعنوان تحقيق الكلام في براءة يوسف عليه الصلاة والسلام، بحيث يبرئ ما نسبه حشوية المفسرين ليوسف عليه الصلاة والسلام على ضوء ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق الأنبياء والرسل. Termasuk dari satu kitab yang paling penting adalah kitab yang telah ditulis, fatwa yang telah ditulis oleh Al-Wanshalisi, iaitu bernama Al-Mi'yar Al-Mughrib, di mana di dalamnya beliau menukil salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Tanjali, iaitu ulama Andalus, yang judul kitab tersebut adalah Tahqiqul Kalam, iaitu mengukuhkan kalam tentang bebasnya Nabi Yusuf AS daripada tuduhan-tuduhan golongan Hasyawiyah, yang mana dari sini beliau menyusun dari apa yang wajib bagi para rasul, apa yang mustahil dan apa yang harus bagi para rasul. ولم يكتفي فقط بذكر هذا الكتاب وانما نقل الرساله بكاملها لان المعيار في 14 مجلدا. نقل الكتاب باكمله من اوله الى اخره في المعيار، وهي رسالة لو تنشر مستقلة، سبق أن نشرت بتحقيق رديء، ولكن لو تنشر بتحقيق علمي تمثل كتابا كلاميا، بل تمثل إضافة مهمة لعلم الكلام الأندلسي خصوصا وعلم الكلام الإسلامي عموما. Dan menariknya Imam Al-Wanshalisi ketika menukil kitab ini, beliau tidak menukil separuh tapi menukil keseluruhan kitab ini dari mula awal sampai akhir. Seperti yang kita tahu, kitab Al-Mi'yar iaitu Fatwa Al-Wanshalisi ini adalah kitab yang sangat tebal. Beliau menukil kitab At-Tanjali ini dari awal sampai akhir, sehinggakan kalau kita dapat mengeluarkannya dalam bentuk satu kitab tersendiri, maka ia akan menjadi satu kitab yang ditahqiq dengan tahqiq ilmi yang dapat menunjukkan bahawa betapa pentingnya ilmu kalam di Andalus. Wa yumkin an numathil aidan bi masadir ukhra wa hiya mawjuda fi fatawa Ibn Rushd al-Jadd. Ya al-kitab yu'raf bi عنوان أجوبة ابن رشد، وتعرف أيضا ومنشور بعنوان فتاوى ابن رشد. يوجد منه فتويان، الفتوى الأولى وهي فتواه في أئمة الأشاعرة، هل هم أهل حق وهدى أم أهل ضلال وعماية، وهو سؤال وجهه إليه أمير المسلمين في الدولة المرابطية علي بن يوسف بن تاشفين، وكان جوابه أنهم في هذه الفتوى أنهم أئمة هدى وأنهم ممن يجب الاقتداء بهم. Dan salah satu kitab yang penting lagi adalah kitab fatwa yang dikarang oleh Ibn Rushd al-Jadd, yang nama kitabnya berjudul Ajwiyatu Ibn al-Rushd ataupun dicetak dengan nama Fatwa Ibn Rushd. Kitab ini terdapat dua fatwa penting tentang ilmu kalam. Yang pertama adalah fatwa tentang
apakah ulama-ulama Asy'ariyah itu adalah berada dalam hak ataupun tidak, yang mana soal ini adalah merupakan soal daripada khalifah yang ada di Maghribi ketika itu, iaitu Ali bin Yusuf ibn Tashfin. Dan akhirnya beliau menjawab bahawa ulama-ulama Asy'ariyah adalah ulama yang mendapatkan hidayah dan hak. Wa fatwa ukhra wa hiya fatwa fi sifat al-khabariyah, hal yajuz ta'wilha am la? Dan fatwa kedua adalah fatwa tentang sifat ayat-ayat khabariyah, apakah boleh untuk ditakwil atau tidak. Ila ghairi dhalik mimma satajidunahu insya-Allah 'indama yunshar al-kitab. Yang mana ada lagi banyak maklumat yang insya-Allah kalian semua dapat menemuinya ketika mana kitab ini dicetak insya-Allah. Wa min al-masadir aidan allati istakhrajna biha minha rasidan muhimman min hadhihi al-masadir al-kalamiyah kutub at-tasawuf wal-adhkar was-salawat. Dan termasuk daripada sumber-sumber Andalus yang penting lagi adalah kitab-kitab tasawuf dan salawat. Yumkin an numathili li dhalik bi kitab al-mashhur في المولد النبوي الشريف وهو كتاب ألفه عزفيان يعني الأب ألفه. عنوان الكتاب هو الدر المنظم في مولد النبي المعظم. ألفه أبو العباس العزفي ثم توفي وألفه ابنه أبو القاسم العزفي وهو ما زال مخطوطا في مجلدين ضخمين. Termasuk kitab tersebut adalah suatu kitab yang berkaitan tentang hubungan melakukan perayaan Maulid Nabi misalnya, iaitu kitab tersebut berjudul Ad-Durrul Al-Munazzam fi Maulidil Mu'azzam yang dikarang oleh ulama bernama Abdul Abbas Al-Azzafi, yang mana nanti beliau meninggal sebelum menyempurnakannya dan diteruskan oleh anak beliau bernama Abdul Qasim Al-Azzafi. وفي هذا الكتاب نجد في القسم الذي كتبه الولد العزفي الابن أبو القاسم العزفي نجد رسالة في علم الكلام لأبي بكر بن العربي المعافري وهي تبيين الصحيح في تعيين الذبيح. نعم تبيين الصحيح في تعيين الذبيح يعني من ذبح هو إسماعيل أم إسحاق. Yakni ada dalam kitab ini boleh ditemukan suatu bagian yang ditulis oleh anak beliau iaitu Abdul Qasim Al-Azafi, suatu kitab iaitu suatu risalah dalam ilmu kalam yang dinisbahkan kepada Ibn al-Arabi Al-Maghafiri Fakih Maliki, yang mana dalam itu ada suatu judul yang telah disebutkan tadi tentang mentarjih antara apakah Nabi Ismail atau Nabi Ishaq yang disembelih. Wa hadha al-kitab naqalahu bi rummati naqal ar-risala bi akmalha من أولها إلى آخرها، وبذلك يكون العزفي قد حفظ لنا في هذا الكتاب وهو في التصوف قد حفظ لنا كتابا في علم الكلام، ولولاه لما وصلنا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الكتاب لم يذكره إلا المقري في نفح الطيب. Dan menariknya Imam Al-Azafi tadi ketika menukilkan perkara ini, beliau menukil seluruh kitab tersebut secara sempurna, padahal kita tahu bahawa kitab yang ditulis ini adalah kitab maulid, iaitu tidak ada kedengarannya tentang ilmu kalam, tapi di dalamnya terdapat suatu masdar ataupun sumber ilmu kalam yang sebelum ini tidak menyebut tentangnya kecuali Al-Maqari. بالنسبه كما قلت سابقا ان علم الكلام في الاندلس قام على المناظرات بين مختلف الطوائف، ولهذا فإن ميزة الأندلس أنه على الرغم من أن المذهب الأشعري كان هو المذهب السائد، لكن هذا لم يمنع من ظهور عقائد أخرى غير أشعرية كالمعتزلة، كما لم يمنع من ظهور أديان أخرى كالنصرانية واليهودية، بخلاف مثلا الإسلام، بخلاف المغرب كان محافظ جدا وكان يرفض أن يكون داخل المغرب مذهبا غير المذهب الأشعري. Begitu juga salah satu seperti pengetahuan ilmu kalam di Andalus yang pernah saya sebut bahawa di Andalus mereka adalah ahli berdialog dan bermunazarah, walaupun adanya mazhab Asy'ari dalam akidah merupakan mazhab yang menjadi mazhab asas di Andalus, akan tetapi mereka tidak
melarang wujudnya mazhab-mazhab akidah lain di Andalus, seperti halnya mereka juga membenarkan bertoleransi dengan agama-agama lain untuk wujud di Andalus. Ini berbeza dengan condition yang ada di Maghribi, di Morocco, kerana di Morocco dia terlihat lebih konservatif, iaitu lebih menjaga pegangan mereka, iaitu hanya melimitkan kepada mazhab Asy'ari. Wa kutub al-munadharat ad-din yang alafaha mutakallimun fi al-Andalus يمكن تقسيمها الى اربعه انواع. Dan kitab-kitab munadharah atau dialog yang terkarang di Andalus boleh terbagi kepada empat jenis. النوع الاول كتب الفها مسلمون في الرد على اليهود او النصارى او هما معا. Yaitu pertama adalah kitab yang dikarang oleh orang Islam untuk menentang golongan Yahudi atau Nasrani. ويمكن ان نمثل لذلك بكتاب ذكرناه قبله وهو كتاب الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام للقرطبي لضياء الدين القرطبي المعروف بابن المزين. Contohnya adalah kitab yang telah saya sebutkan tadi, yaitu kitab Al-I'lam yang dikarang oleh Imam Al-Diya Al-Din Al-Qurtubi. ويمكن أن النوع الثاني وهو كتب ألفها نصارى يعني إما رهبان أو قساوسة أسلموا ويمكن أن نمثل لذلك بكتاب تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب لعبد الله لعبد الله الترجمان المايورخي. Yang jenis kedua adalah kitab-kitab yang telah dikarang oleh golongan Nasrani akan tetapi mereka masuk Islam setelah itu. Kitab ini contohnya adalah kitab Tuhfatul Arib. Tuhfatul Arif fi raddi ala ahli salib yang dikarang oleh ulama bernama Al-Mayurki. Abdullah Turjuman. Abdullah Turjuman Al-Mayurki. An-naw'u ats-tsalith wa huwa kutub alafaha ahbar yahud aslamu. Yang ketiga adalah kitab-kitab yang ditulis oleh rahib-rahib Yahudi yang masuk Islam. Wa yumkin an numathila lidhalik bi kitab Badl al-Majhud في الرد على اليهود للسموئل المغربي والسموئل هذه تحريف لاسم شاموئل لأنه قبل أن يسلم عندما كان حبرا يهوديا كان اسمه شاموئل ثم بعد ذلك بعد أن أسلم جعل اسمه السموئل المغربي. نعم. كتاب tersebut contohnya adalah كتاب بذل المجهود في الرد على اليهود yang dikarang oleh kitab Shalmuel yang mana dia itu berasal dari Yahudi yang bernama Samuel lalu nama Islamnya Ash-Shamwal. والقسم الرابع وهو الذي قد يبدو غريبا وهو كتب ألفها علماء مسلمون تنصروا. نعم أي سؤال. Yang keempat adalah kitab-kitab yang dikarang oleh golongan Islam akan tetapi sayangnya mereka telah murtad menjadi Nasara. ولم نقف هذا النوع من الكتب لم نقف إلا على كتاب واحد وهو فقيه شاطبة الذي توفي قبل سقوط غرناطة بخمس سنوات تقريبا. فقيه شاطبة هذا وعندما نقول فقيه شاطبة فهذا يعني أنه منصب ديني وسياسي لأن في الأندلس كان كل مدينة يكون لها فقيه وهذا الفقيه كان يعين بظهير رسمي من أمير المدينة أو من الخليفة بمعنى أنه منصب راق جدا. فقيه شاطبة هذا كان اعتنق النصرانية وألف كتابا في الرد على عقائد المسلمين سماه تشابك الديانة المحمدية. تشابك الطريقة المحمدية. Yang keempat adalah kitab tadi iaitu golongan Islam yang sayangnya telah murtad menjadi Kristian dan kitab ini salah satunya adalah ditulis oleh seorang faqih syatibiyah yang dimaksud dengan faqih syatibiyah itu adalah faqih syatibah yang dimaksud dengan faqih syatibah adalah faqih di sini bermaksud dia adalah qadi seorang hakim yang diangkat sebagai menduduki sebagai seorang hakim oleh kerajaan oleh pemerintahan Amir di sana di daerah Syatibah sebelum jatuhnya Andalus tapi sayangnya beliau telah
dia telah masuk kepada murtad menjadi Kristian dan akhirnya mengarang kitab untuk menolak agama Islam dengan nama kitab yang telah disebutkan tadi. وهذا الكتاب الذي ألفه فقيه شاطبة ترجم إلى اللغة القشتالية يعني اللغة الإسبانية القديمة ترجم في حياته إلى اللغة القشتالية وكان سببا في تنصير كثير من المسلمين الشباب من المسلمين ثم بعد ذلك ترجم إلى أغلب اللغات الأوروبية وما زال إلى الآن مترجما ومشهورا في أوروبا باللغات الأوروبية. Dan kitab yang telah ditulis oleh orang tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol Castalia yang nanti akan menjadi sebab banyaknya orang-orang Moriskiin yaitu orang Islam di akhir jatuhan Andalus tersebut menjadi Kristian dan kitab ini selanjutnya diterjemah lagi ke dalam berbagai bahasa di dalam bahasa-bahasa Eropah yang telah sampai sekarang boleh dijumpai. ولكن المشكل هو أن هذا الكتاب الذي كان أثار زوبعة وضجة المشكل هو أن فقيه شاطبة هذا لا نعرف عنه شيئا لا نعرف إلا أنه كان فقيها شاطبة وكان توفي حوالي 887 أو 885 للهجرة وأنه ألف هذا الكتاب وأنه ناظر المسلمين عندما اعتنق النصرانية ويذكر في هذا الكتاب بأنه ندم على أنه كان مسلما وعلى أن حياته كانت حياة ضياع إلى غير ذلك في الحقيقة أنا شخصيا أشك في هذه الشخصية لأن أولا فقيه مسلم من ذلك المستوى الرفيع أعتقد بأنه من الصعب جدا جدا أن نستوعب عملية تنصره إلا أن يكون تقية وإن كان تقية فإن هذا لا يستلزم أن يكون عنيفا في رده على الإسلام وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا أميل إلى أن هذا الكتاب صنع وأن هذه الشخصية هي أقرب إلى الأسطورة منها إلى الفقيه المسلم الذي تنصر tapi kitab ini ada suatu kemusykilan yang besar yaitu Fakih Syatibah tadi kita tidak mengetahui siapakah dirinya sebenarnya kecuali bahawa dia itu seorang qadi yang ada di Syatibah yang kedua tahun tarikhnya iaitu sekitar abad ke-8 atau ke-9 Hijriah lalu bahawa kononnya dia itu menyesal bahawa dia itu menjadi seorang yang Muslim dan hidupnya penuh dengan sia-sia tapi saya sendiri iaitu Dr. Khalid sendiri merasa ragu-ragu kerana kalaupun betul perkara tersebut tidak mungkin seorang faqih yang muslim iaitu seorang qadi muslim dalam keadaan seperti itu kerana menurut sejarah adalah sebaliknya dan tidak mungkin seorang faqih muslim ketika itu melakukan pekerjaan-pekerjaan misionaris untuk mengkristiankan orang lain mungkin saja kitab ini telah dicuri lalu diletak nama dengan nama seperti itu untuk mengelabui orang Islam. وبالنسبة لهذه المناظرات نجدها كانت حاضرة حتى في الكتب التي كانت صميمة في علم الكلام مثلا عندما نرجع إلى كتاب 40 مسألة في أصول الدين لمحمد بن خليل السكوني الإشبيلي نجده في هذا الكتاب نجده يذكر مناظراته مع النصارى ومع اليهود مثلا مع يهودي ناظره في مسألة قدم الله تعالى ومع نصراني ناظره في مسألة تتعلق بالأقانيم وكانت له مناظرة مع أحد فلاسفة طليطلة كما كانت له مناظرات مع بعض الملحدين وهو يناقش المباحث الكلامية كان يستحضر هذه المناظرات termasuk munadharah-munadharah penting adalah seperti munadharah sebuah kitab munadharah yang telah ditulis dengan judul 40 masalah dalam hal usuluddin yang dikarang oleh ulama yang berasal dari Sevilla, Ishbili iaitu munadharah tersebut yang tercatat di dalamnya adalah perdebatan antara dia dengan seorang Nasrani dan juga masalah tentang oknum-oknum atau buku-buku kitab-kitab Nasrani dan juga dengan beberapa golongan Nasrani yang ada di Taitalah dan juga munadharahnya dengan golongan etis dari golongan mulhidin wa najidu hadha aidan 'inda waladihi
عمر بن محمد بن خليل السكوني، خاصة في كتابه عيون المناظرات. Dan kita dapat jumpai juga kitab yang sama seperti ini yang ditulis oleh anak beliau sendiri iaitu Omar As-Sukuni yang mana juga menceritakan tentang Munazara ini. Wa nushir ila anna Muhammad bin Khalil As-Sukuni ba'da an kana shaykhan kanat saqatat Ishbiliyah wa farra minha huwa wa ibnuhu alladhi dhakartuhu al'an. Ibnuhu kan fi 'umrihi 12 sana taqriban وهو كان شيخا ربما يتجاوز الستينات أو السبعينات وكان ذلك سنة 646 للهجرة سقط الإشبيلية سنة 646 للهجرة ولكن من الأمور التي تثير الانتباه وأن ولده عمر بن محمد بن خليل السكوني في كتابه لحن العوام في علم الكلام يذكر في هذا الكتاب بأن سبب سقوط إشبيلية من يد المسلمين هي الفساد العقدي الذي انتشر في إشبيلية وعدول الناس عن المذهب الأشعري. Yaitu seperti yang kita tahu bahawa bapa kepada As-Sukuni tadi yaitu adalah merupakan seorang tua yang sangat tua yang ketika mana terjatuhnya atau runtuhnya kerajaan Ishbiliya yaitu ketika itu bapaknya seorang yang sangat tua anaknya hanya berumur 12 tahun dan tahun jatuhnya Ishbiliya adalah tahun 646 Hijriah dan anaknya telah mengarang kitab bernama Lahnul Awam fi Ilmil Kalam iaitu dalam kitab ini dia menceritakan bahawa sebab-sebab runtuhnya Ishbiliya adalah disebabkan orang awam tidak memperhatikan ilmu kalam atau disebabkan oleh rusaknya akidah mereka iaitu tidak berpegangan dengan akidah Asy'ariyah. هناك أمور أخرى كنت أريد الإشارة إليها ولكن أفضل أن أقف عند هذا الحد حتى لا أثقل عليكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan sekian saja dari saya kerana banyak lagi maklumat yang boleh didapatkan tapi kerana melihat banyak yang dah penat maka dicukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, dibuka yang ini asilah wal ajud. Yang dah kasih soal dan jawab, insyaAllah. Yang nak bertanya silakan. Silakan yang nak bertanya dari satu pihak lelaki dan satu perempuan. Dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu, saya terjemahkan. Marhaban. So maybe I will say the question in Arabic and then in English. كما تريد. طيب جزاكم الله خير على هذه المحاضرة القيمة فعلا معلومات مفيدة جدا. أنا بس أريد أن أسأل إلى أي مدى كانت عقيدة الأندلسية تتفق مع المذهب الأشعري؟ لأن حسب ما أعرف أن كتاب عز ما يطلب لابن تومورت كان فيه خليط من العقيدة الأشعرية مع عقيدة الإمامية الإثنى عشرية وما شابه ذلك. كذلك الناس في الأندلس حملوا على مذهب ابن حزم وابن حزم كما بين عقيدته في الفصل في الملل والأهواء والنحل ليست عقيدته موافقة لعقيدة الأشاعرة بوجهها. So I'm asking about what extent did the عقيدة of the Andalusian people agree with the Ash'ari school? Because Ibn Tumurt wrote a book and which included actually a mixture between the Ash'ari عقيدة and the other Shia عقيدة. Also, as I understand that the people of Andalus were forced to follow the madhab of Ibn Hazm, which actually is not quite agreeable with the Ash'ari school. شكرا للأستاذ الفاضل على هذا السؤال ولكن بالنسبة لأن للقول بأن ابن تومارت كانت عقيدته خليطا من الأشعرية والإمامية والاعتزال هذا أمر غير صحيح والذي يميل إليه التحقيق وتؤكده المصادر الموثوقة أن الرجل كان أشعريا وأن الكثير مما نسب إليه ليس بصحيح فلنأخذ مثلا المرشدة
التي يقول الكثير ممن لا يطلعون عليها أنها تميل إلى الاعتزال والمرشدة، أنا أحفظها كما أحفظ فاتحة الكتاب. عندما تقرأها تجدها عبارة عن مجموعة من الآيات القرآنية جمعت في هذه الرسالة علاوة على مجموعة من العقائد المبثوثة عند السلف. عندما يقول مثلا عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أي اعتزال يوجد هنا؟ أو عندما يقول ليس له قدم ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا كل ولا بعض، لا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف كان، كان ولا مكان، كون الأكوان ودبر الزمان إلى آخره. أي اعتزال وأي تشيع يوجد في هذا؟ الذي ينبغي أن نقرره بأن ابنة مارت لا يعرف عنه إلا القليل، والذي نميل إليه أن الرجل كان أشعريا، ويكفي دليلا على ذلك أنه أول من رسم المذهب الأشعري في المغرب، بمعنى جعله مذهبا رسميا. بالنسبة لأعز ما يطلق، أنا قرأته عدة مرات من أوله إلى آخره، ومن ضمنه المرشدة. أولا هي مجموعة من الرسائل أغلبها ذات بعد سياسي، يعني كان يواجه به المرابطين، وسائر الرسائل عندما تقرأها لا تجد فيها شيئا من التشيع، إلا ما يقال بأنه ادعى المهدوية وادعى العصمة. ولكن ربما أحيل الأستاذ إلى كتاب الذي صدر مؤخرا، وهو من علم الكلام إلى فقه الكلام، وقد خصصت فصلا عن ابن تومارت وتكلمت فيه عن هذه الأمور، وتكلمت عن مسألة عصمة الإمام التي أتى بها ابن تومارت، لكي نقرر بأن العصمة لم يقصد بها العصمة الذاتية التي كانت تنسب للأنبياء، وإنما قصد بها ما يسمى عند الصوفية بعصمة الحفظ، عصمة الحفظ الذي تكلم عليها الحاكم الترمذي في ختم الأولياء وخصص ذلك كتابا، وتكلم عليها الشعراني رحمه الله في كتابه التي عنوان كتاب الشعراني، وفي كل الأحوال الشعراني تكلم عليها في غالب كتبه، بمعنى أن الولي يهم بالخطأ ويوشك أن يقع في الخطأ، فتأتي العناية الإلهية وتحفظه من الوقوع في الخطأ، بخلاف العصمة الذاتية التي لا تكون في النبي أصلا. هذا أولا. بالنسبة لابن حزم، ابن حزم كان ظاهريا، والمذهب الظاهري هو مذهب فقهي وليس فقها عقديا، ولهذا فإن أهل الأندلس عندما كانوا يعتنقون مذهب الظاهري، هو المذهب الظاهري هو مذهب داود الظاهري، ولكن المذهب الظاهري عندما يذكر ينسب لمجدد المذهب الذي هو ابن حزم الأندلسي المتوفى سنة 456 للهجرة. المذهب الظاهري الذي كان سائدا في الأندلس في فترة معينة هو المذهب الفقهي، أما المذهب الأشعري كان لا أقول سائدا 100%، ولكن كان هو الغالب. والدليل على ذلك أن الشيخ الأكبر محي الدين بن عرب المعافري الذي كان أشعريا صميما، وذكرت له مجموعة من الكتب في العقيدة الأشعرية، نجده كان على مذهب ابن حزم. هو الشيخ الأكبر محي الدين بن عرب لم يكن مالكيا، وإنما كان ظاهريا. والأكثر من هذا أن السلالجي صاحب البرهانية من خلال التحقيق الذي توصلت إليه في البحث في حياة الرجل، أنه وهو كان من كبار متكلمي الأشاعرة في فاس خصوصا والمغرب عموما، والدليل على ذلك العقيدة البرهانية الصحيح أنه كان ظاهريا في الفقه ولم يكن مالكيا. هذا هو مجمل ما يمكن أن نرد به على الأستاذ الفاضل. نعم. Okay. Short translation for the Malays who doesn't understand Arabic.
Okey, Ibnu Tumar, pertanyaan tadi dah faham, iaitu tentang Ibnu Tumar, apakah dia Ash'ari atau Syiah atau lain? So macam mana kita boleh claim bahawa Maghribi adalah Ash'ari padahal ada yang kata Ibnu Tumar itu adalah Syiah? Maka Dr. Khalid menjawab pertama, beliau telah menghafal kitab Al-Mursyidah Imam Ibnu Tumar dari awal sampai akhir dan beliau tidak menemukan satu pun unsur-unsur itizal. Bukti-buktinya yang beliau baca tadi. Dari awal sampai akhir sebenarnya adalah murni mazhab Ash'ari dan justru mengikuti manhaj ulama salaf dan juga gabungan mazhab Ash'ari. Yang selanjutnya adalah ketahui bahawa Ibnu Tumar adalah orang yang pertama yang mentafsir, iaitu menjadikan bahawa mazhab Ash'ari ini adalah mazhab rasmi di Maghribi. Dan selanjutnya untuk masalah kitab A'azhu Ma Yutlaq yang disebutkan oleh doktor yang menanya tadi, ketahui bahawa kitab ini besar. Beliau telah membaca, Dr. Khalid telah membaca dari awal sampai akhir berkali-kali dan diketahui bahawa kitab ini lebih menunjukkan sisi politiknya daripada sisi agama dan akidahnya. Walaupun macam mana pun, dalam kitab ini sebenarnya tidak ditemukan sama sekali unsur-unsur tasyayuh ataupun syiah. Kecuali ada dua perkara, iaitu tentang ismah, iaitu kemaksuman. Dan satunya saya lupa tadi. Contohnya masalah kemaksuman ini, beliau telah menjawabnya bahawa kalau kita baca lebih dalam tentang kemaksuman ini, bahawa ia tidak bermaksud maksum, imam maksum yang ada dalam madhab golongan Syiah. Akan tetapi dia adalah maksum yang dimaksud dari golongan-golongan sufi, iaitu seseorang itu ketika menjadi pemimpin, dia kenalah bersih dari melakukan perkara-perkara dosa. Seperti halnya yang diiktikadkan oleh Hakim At-Tirmizi dan juga ulama' Ahli Sunnah wal Jamaah dari kalangan tasawuf yang terhebat, iaitu Imam Asy-Sya'rani. Dan perkara ini bolehlah untuk dibaca dalam kitab terbaru Dr. Khalid Zahri yang bernama Min Ilmil Kalam ila Fiqhil Kalam, yang beliau telah menjelaskan satu persatu tuduhan dan jawapan kepada tuduhan tersebut. Dan saya sendiri dah terjemahkan ke dalam bahasa Melayu tapi belum cetak lagi. Promotion. Okay. Yang kedua, keterangan tentang Ibnu Hazm Az-Zahiri. Ketahuilah bahawa Ibnu Hazm Az-Zahiri, dia adalah, ketika disebut Az-Zahiri, ini adalah madhab fiqahnya. Iaitu madhab fiqahnya mengikuti madhab fiqah Imam Dawud Az-Zahiri. Dan dinisbahlah dia menjadi Imam Ibnu Hazm Az-Zahiri kerana dia mujadid daripada madhab ini. Dan ini bukan madhab akidah. Seperti yang kita tahu, kalau kita nak membahas tentang akidah Asy'ariyah yang ada di Andalus dan Maghribi, saya telah sebutkan tadi, iaitu contohnya Abu Bakar Ibn al-Arabi al-Maghafiri. Beliau adalah seorang tokoh besar yang berpegang kuat dengan akidah Asy'ariyah. Begitu juga Imam As-Salaliji, Usman As-Salaliji yang merupakan ulama' besar dari Mutakalim Asy'ariyah dan yang telah mengarang kitab Al-Aqidah Burhaniyah yang nantinya tersebar menjadi akidah asas di daerah Andalus dan Maghribi. هناك مسألة أخرى قد تثير أيضا إشكالا وهو أنه ادعى المهدوية. من المعلوم أن المهدي خاصة في ثقافة الغرب الإسلامي كان يصف بها نفسه كل من تصدى للإصلاح، وكانوا يقصدون بذلك الذي يمهد الطريق لظهور المهدي. والدليل على ذلك أن ابن تومارت قبل أن يتوفى قال لأتباعه وهم يحيطون به وهو يحتضر، قال لهم أنتم الذين ستعينون السيد المسيح عند نزوله في قتل الدجال. والأخبار تقرر بأن الذي سيقتل الدجال هو عيسى والمهدي. إذن هذه تدل على أن المهدي ابن تومارت يصرح بأن الذي سيقتل الدجال ليس هو. ومما يؤكد ذلك أيضا أن المصلحين كانوا يتسمون بهذه الصفة التي تعني الذي يمهد طريق المهدي، أو أيضا تعني المعنى اللغوي الرجل الذي هداه الله إلى الصلاح. أن مثلا عبد الله بن ياسين زعيم المرابطين الذي توفي شهيدا وتولى شؤون المرابطين بعده يوسف بن تشفين، عبد الله بن ياسين كان يلقب نفسه بالمهدي، لكن حتما لم يكن يقصد بها المهدي بالمعنى العقدي، وإنما يقصد بها المهدي بالمعنى الذي
قلت الآن، والأكثر من هذا حتى أن أكثر من هذا أن من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم المهدي، ولهذا ينبغي أن نميز بين بالنسبة لأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم يكفي الرجوع مثلا إلى أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم والتي بلغ عددها 200 واسم في بداية دلائل الخيرات لسيدي محمد بن سليمان الجزولي رضي الله عنه، كيف يذكر بين هذه الأسماء اسم المهدي، بمعنى أن في الحقيقة رجوعنا إلى كتب التاريخ في كثير من الأحيان يجعلنا لا ندقق في المصطلح فنحمله على المعنى السائد، والحال أنه قد يكون يحمل معنى خاصا لا معنى عاما. وشكرا لكم. Dan masalah yang kedua iaitu masalah dakwa kononnya Ibnu Tumari Allah Mahdi, Imam Mahdi yang muntazar, yang akan ditunggu. Bahawa perlu diketahui bahawa istilah nama Mahdi ini bukanlah murni hanya difahami sebagai Imam Mahdi Al-Muntazar yang ditunggu nanti. Tapi Imam Mahdi pada waktu itu di Maghribi memang terkenal istilah Mahdi sebagai orang yang membawa suatu pembaruan atau kebaikan kepada masyarakat. Maka Ibnu Tumar misalnya sebelum dia meninggal, orang-orang pengikutnya telah menunjukkan kepada dia dan mengatakan bahawa engkau adalah Imam Mahdi yang nanti akan membunuh Ad-Dajjal, dan dia tidak mengingkari perkara tersebut. Dan kalau kita teliti, kalau betul dakwa Al-Mahdi itu Imam Mahdi Muntazar yang diklaim dan dituduh kepada beliau, tentunya ini bertentangan dengan akidah Asy'ariyah sendiri yang mengatakan dari khabar-khabar yang sahih bahawa yang membunuh Imam Mahdi nanti bukan yang membunuh Dajjal nanti bukanlah Imam Mahdi, akan tetapi Nabi Isa alaihissalam. Bahawa ini sudah menunjukkan contradiction yang pertama. Dan juga ada perkara lain, iaitu Mahdi melihat dari segi secara bahasa. Contohnya sebelum zaman Ibnu Tumar, ada seorang tokoh bernama Abdullah bin Yasin Al-Murabitin, iaitu dari Daulah Murabitin. Dia sendiri telah melakopkan atau memberi nama kepada dirinya sebagai panggilan Al-Mahdi. Tapi tentunya ketika dia menyebutkan itu, ia tidak bermaksud Al-Mahdi secara akidah, iaitu Imam Mahdi Al-Muntazar. Akan tetapi ia adalah murni secara bahasa bahawa dia orang yang mendapat petunjuk. Dan kalau kita lihat lagi, contohnya melihat pada nama-nama Rasulullah SAW yang tercantum dalam kitab Dalil Khairat yang juga dikarang oleh ulama Maghribi, bahawa kalau kita melihat dalam nama-nama ini ada berapa ratus nama, salah satu nama Rasulullah SAW adalah Al-Mahdi. Apakah kita nak kata bahawa Rasulullah SAW itu adalah Imam Mahdi? Tentunya tidak. Maka nasihat saya, iaitu nasihat Dr. Khalid, janganlah kita terlalu dakik untuk mencari makna setiap satu perkara tanpa mengetahui asal usulnya. Satu lagi soalan terakhir. Soalan akhir. Satu lagi soalan terakhir mungkin dari one more question from the ladies maybe. Last question. إذا نختم الحمد لله أنا استعنت بالوقوف. لا أنسى أن أكرر شكري الجزيل للدكتور عمران ولكل الأخوة في اللجنة المنظمة، وأسأله تعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة هذه الأمة لا سيما في هذه المرحلة العصيبة التي أصبحت تتكالب عليها الكثير من الأفكار الشاذة، وأسأله تعالى أن يغفر لنا جميعا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Dan saya ingin mengulangi ucapan syukur saya kepada Dr. Amran kerana telah memberi kesempatan untuk memberi seminar di sini, dan alhamdulillah insyaAllah isi kita dapat berusaha untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran yang mutasyadid atau ekstrim ini insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.